مرحبا بكم ثاني فيديو جديد. اليوم قررت ندير لكم فيديو على الايفون الاخوان، شي حاجه راضي اللهم بارك باقي نقي فوق تسعين الاخوان. كان عندنا اللون الاصفر، كاين الموف، وكاين الابيض، عندنا الكحل، عندنا الخزي، وعندنا الجولد، وعندنا الازرق. بالنسبه لاحسن الاثمنه الاخوان، عندنا اربعه الاونزات، هادو الاونزات كاملين فوق 90، هادو 95، وهذا 94، وهذا هاد الكحل هذا 96، وعندنا الاونز برو ماكس الخزي 256، هذا فيه 86، كيطلع ميساج، هذا كيطلع ميساج ديال الباتري. بالنسبه عندنا الاونز برو 256، 96 في الباتري. عندنا الدوز برو 512 جامي اكتيف، ما عمرهم استعملوا، انت اول مره تستعملوا، احسن ثمن الاخوان. نبداو بالاونز، شي حاجه ناضي اللهم بارك، نقي نقي، فاش نوال نقا نقا، ما تلقاش فيه شي مشكل، زائد غارانتي من الفوق 95%، الاحسن ثمن. نقولوا الثمن اخويا نبيل. بالنسبه للاثمنه، عندنا الاونز كيبقى ب 4300، الصفر والموف والبيض 4300، وعندنا النوار كيبقى ب 4200، 96 في الباتري 4200. وعندنا الاونز برو ماكس 256 اللي كتطلع الميساج ديال الباتري، شي حاجه نقا نقا، ونمشى ما تلقاهاش، نمشى كيبقى ب 5900 درهم. 256 الاخوان، 5900 درهم. وعندنا الاونز برو 256، 96 3 ديال الباتري، الجولد الاخوان 6000 درهم، احسن ثمن، زائد الشهر ديال الكارانتي. وعندنا دوز برو 512، ما عمرو تستعمل، هو الكابل ديال الاوريجينال، كابل اوريجينال اخوان 8900 درهم، 8900 درهم، الثمن ما غاديش تلقاه في شي بلاصه اخرى، 8900 درهم، راه ما جاش بيسه الاخوان، كاملين 512 احسن ثمن. هادو ما فيهم حتى مشكله الاخوان، هذا اللي قلت لك المشكل هو الاونز برو ماكس، راه قلت لكم هذا مدل ليه الباتري. المهم الاخوان اللي بغى شي حاجه نخلي النمره ديالي، بغى شي حاجه مرحبا. ايوا السلام عليكم. Thank you.